توفير وجبات مجانية لفائدة عائلات المصابين بكورونا. هي مبادرة خيرية إنسانية أطلقها صاحب مطعم بولاية البويرة. المبادرة جاءت كاستجابة لحل مشكل توفير الطعام للمرضى، خاصة المعزولين في منازلهم والذين منعهم المرض من إعداد الطعام لهم ولأفراد أسرهم. المبادرة الخيرية هذه اللي درناها تاع إطعام مرضى كورونا راهي داخل الأسبوع تاعها ثالث. كاين ناس بالك مريضة، بالك الناس ما عندهاش باش طيب، كاين ناس ما عندهاش القوة باش طيب أصلا بسبب المرض. قمنا بإيصال لهم الوجبات هذوما باش نحيو عليهم هم الهموم تاع العزلة هذه، الناس اللي راهي بعيدة، وإن شاء الله ربي يشافينا إن شاء الله وربي ينحي لنا الجائحة هذه إن شاء الله. العملية التضامنية تهدف للتكفل بالمتطلبات الغذائية للمرضى من خلال توفير وجبات صحية ساخنة يستفيد منها المرضى مجانا بعد عملية إحصاء وتأكد من حالتهم الصحية. درنا عملية إحصاء الناس اللي راهم مرض، نمولوهم بمط الإطعام مجاني، وباش يكون في علم المرضى أنه الوجبات اللي نقدموا فيها هي وجبات صحية وتكون وجبات كاملة وتوصل ساخنة للمريض. المبادرة لقيت استحسان سكان الولاية حيث اعتبروها نموذجا تضامنيا ناجحا. احنا هالمبادرة اللي دارها اخينا هذا يوصل الماكلة للناس اللي عندهم كورونا، ولادهم ولا باباهم ويماهم مرضى في وقت واحد ما يقدروش يخرجوا قاعدين في عزلة، نشجعوه وماذا بينا المبادرة هذه تتوحد على المستوى الوطني وتنتشر ويكون فيه تكافل واتصال اجتماعي، وهذه المبادرات يعني تبعث روح التأخي وروح التضامن بين المواطنين الجزائريين. المطعم هذا يعني بارك الله فيهم المطعم هذا، ومبادرة مليحة، المبادرة هذه مليحة وإن شاء الله ربي يشوفوها كاع في الولايات. وفي انتظار أن تعمم هذه المبادرة على ولايات الوطن يبقى الوقوف إلى جانب المرضى ودعمهم حافزا لشفائهم وأجرا عظيما لصاحبه.